أنا مبسوطة إن أنا موجودة في الاجتماع ده. أنا أول مرة أجي الكنيسة الحقيقة، كنيستكم جميلة قوي، بس كمان مبسوطة إني شايفة بعض الوجوه المعروفة بالنسبة لي، فدي كانت حاجة مشجعة. ف يعني شكرا للدعوة، مبسوطة فعلا إن أنا أكون موجودة معاكم. وأنا النهاردة جاي أتكلم في الموضوع اللي كان أتسابونا بيتكلم عنه، اللي هو السيلف توك، أو بتكلم مع نفسي بقول لي إيه. ومش عارفة لو سألتكم السؤال ده هتجاوبوني ولا لأ. آخر جملة قلتها لنفسك كانت إيه؟ ولا مفيش داعي للإحراج؟ مفيش داعي للإحراج. طب مش لازم آخر جملة، فاكر كده في مرة قلت لنفسك حاجة؟ قلتي لنفسك حاجة؟ وإحنا بجد بنكلم نفسنا، إيه موضوع السيلف توك؟ موضوع السيلف توك ببساطة بيقول إنه مخ البني آدمين بيفكر طول الوقت. بالمناسبة مخنا ما بيبطلش تفكير خالص خالص، حتى وإحنا نايمين على فكرة. وإحنا نايمين مخنا بيكمل تفكير، بس بنسمي ده تفكير غير واعي، اللي هو بيظهر في الأحلام، مش موضوعنا، ملناش دعوة باللي بيحصل في الأحلام، لكن يهمنا التفكير الواعي اللي بيحصل وإحنا صحيين. التفكير اللي بيحصل وإحنا صحيين ده نوعين، في نوع منه اسمه التفكير المقصود، أظن ده واضح من اسمه، إني أنا قاعد بشكل مقصود بفكر في حاجة معينة، صح كده؟ فأنا عندي مقابلة بكرة قاعدة أفكر هقول فيها إيه، أو عندي محاضرة بكرة بقعد أفكر هتكلم إزاي، فأنا بشكل مقصود قعدت أفكر عشان أخد قرار معين. التفكير المقصود ده حجمه في مخنا قليل، مش كتير. التفكير المقصود مجهد، لما يبقى عندك قرار مهم بتاخديه، لما يبقى عندك موضوع بتفكر فيه، ده بياخد منك مجهود وطاقة. فالتفكير المقصود ما عندناش معاه مشكلة، ليه؟ لأنه ببساطة مقصود، أنا قاعد مركز هفكر في موضوع معين. فالتفكير المقصود مش موضوعنا برضو. موضوعنا بقى النوع التاني من الأفكار اللي اسمه التفكير التلقائي. هتسمع عن الأفكار التلقائية، مرات يسموها الأفكار الآلية. واضح من كلمة تلقائية إنها بتيجي بشكل تلقائي لذهني، مش أنا اللي قاعد قاصد أفكر في الفكرة دي. مخنا بقى بينتج عدد كبير جدا من الأفكار التلقائية دي في اليوم. في دراسات قالت عندنا 60,000 فكرة في اليوم، دراسات قالت أكتر. الأفكار التلقائية دي بقى واحد من أنواعها هو السيلف توك، بقول لنفسي إيه. غالبا الأفكار التلقائية دي ما بتخرجش، ما بتتقالش بصوت عالي في معظم المرات، لكن بتبقى دايرة جواي. إيه شكلها الأفكار التلقائية دي؟ أفكار قصيرة قوي، تقدر تعبر عنها في جملة من كلمتين أو ثلاثة. أفكار فيها انطباعات أو فيها حكم، أنا كذا، فلان كذا، الدنيا دي كذا، البلد دي كذا، الكنيسة دي كذا، واخدين بالكم؟ فكأنه مخنا ينتج آلاف من الأفكار اللي من النوع ده، أفكار قصيرة قوي شبه الانطباعات، تقفز إلى ذهنك، مش أنت اللي بتجيبها. وعارف إيه كمان؟ بتحتل خلفية وعيك، يعني أنت بشكل مقصود ممكن تبقى مركز مثلا سايق، بس في خلفية وعيك أفكار تلقائية عمالة إيه؟ عمالة تيجي في ذهنك وإنت مش متحكم الأفكار دي تيجي ولا ما تجيش. طب كويس، علم النفس قال لنا إن الأفكار التلقائية دي إيجابية ولا سلبية تفتكروا؟ الاتنين، حد عارف النسبة؟ برافو، 80-20، أنهي اللي 80 وأنهي اللي 20؟ ده حقيقي. الإنسان الطبيعي 80% من أفكاره التلقائية سلبي. يعني إيه سلبي؟ يعني هو في فكرة صح وفكرة غلط؟ لا،
بس الفكرة السلبية هي اللي بتقودني أو اللي بتسبب مشاعر سلبية، مشاعر مش مريحة. فلو أنا النهاردة قلت لك خليك عارف أن مخك 80% من أفكاره يثير مشاعرك السلبية، ده خبر مش لطيف قوي، صح؟ هل تتوقعوا إن إحنا محتاجين نشتغل على الأفكار السلبية دي مثلاً عشان ما تبقاش سلبية؟ تفتكروا السكة إن إحنا نخلي الأفكار إيجابية ولا ما نخليهاش تيجي أصلاً؟ من ناحية هتيجي فهتيجي، شكر. فاحتمالية إن ما تجيليش أفكار سلبية طلع توقع مش منطقي، أوكي؟ لو أنت متخيل إن المحاضرة دي هتساعدك إنه ما يبقاش عندك سيلف توك سلبي لنفسك، يبقى هذا التوقع غير منطقي. فإحنا كلنا هنخرج من المحاضرة دي عندنا سيلف توك 80% منه سلبي، 20% منه إيجابي. مال أنا المفروض أعمل إيه؟ المفروض أعمل إيه؟ الهدف إيه من المحاضرة دي؟ البداية إني أقفش الفكرة السلبية، وده مش سهل. ليه؟ لأن إحنا اتفقنا إن الأفكار دي كتيرة قوي وبتحتل خلفية معينة، يعني مرات مخك يفكر أفكار سلبية وإنت مش واخد بالك، مش مرات، ده طول الوقت. يعني أوقات تلاقي نفسك بتكلم نفسك، بتقول لنفسك جمل، بتقولي لنفسك حاجات إنتي مش واعية إنك بتقوليها. فلما بقول لنفسي جمل 80% منها سلبي وأنا مش واعية أن أنا بقول لنفسي الجمل دي، يبقى غالباً هختبر مشاعر سلبية. وأوقات كتير نلقط الشعور بس ما نبقاش فاهمين هو أنا متضايقة ليه؟ هو أنا معرفش ليه اكتئبت فجأة؟ هو أنا متعصب ليه؟ حد بيحصل له حاجات شبهي كده؟ كلنا الحمد لله، طمنتني. فمرات ما نلحقش، ما نعرفش نمسك الفكرة، بس إيه اللي بنحس بيه على طول؟ المشاعر. فأنا معرفش ليه أنا فجأة لقيت نفسي متضايقة، أنا مش عارفة ليه أنا فجأة حاسة أني زهقانة، أنا مش عارفة ليه حاسة أني غضبانة، أنا مش عارف ليه حاسس أني مكسوف مني أو مكسوف بشكل ما. فكأن المشاعر هي اللي بنلقطها في الأول، ومش بنبقى فاهمين إن المشاعر دي ليها سبب كان اسمه فكرة تلقائية سلبية جت في ذهني، ممكن تبقى عن نفسي، ممكن تبقى عن الناس، ممكن تبقى عن انطباع عن أي حاجة حوالي. بيقولك إن البلد اللي بيجيلها جيش يحاربها من براها ممكن يهزمها أو ما يهزمهاش. الخطورة إن الحرب تطلع منين؟ من جواها. فاحنا مرات من غير ما ناخد بالنا بنقول لنفسنا جمل هدامة جدا، محبطة جدا، تسبب مشاعر سلبية جدا، واحنا مش واخدين بالنا، فيبقى الدمار جاي لنا من جوانا مش من برانا. انتوا معايا ولا لا؟ فخدوا بالكم إن اللي بقوله لنفسي بيأثر على مشاعري، واللي بيأثر على مشاعري بيروح مأثر على سلوكي. عشان كده أوقات بعمل حاجة وأقول أنا مش عارفة أنا ليه عملت كده. تحصل معاكوا دي؟ أنا مش عارفة ليه زعقت في العيال بالطريقة دي مع أن الموقف ما كانش يستاهل. أنا مش عارفة ليه اتخنقت الخناقة دي مع أني بعد شوية لما هديت وفكرت لقيت الموضوع كان أقل من كده. فمرات أحس مشاعر والمشاعر تخليني أسلك سلوك وأنا مش مدرك أنا ليه عملت كده، ومش واخد بالي إن الموضوع ده ابتدى من فكرة جت في ذهني بشكل تلقائي، مخي عمال ينتج هذه الأفكار اللي 80% منهم سلبي. أسأل السؤال اللي ابتديت بيه، بتقول لنفسك إيه؟ تقول لنفسك إيه عنك؟
تقولي لنفسك إيه عنك؟ أكمل الجملة، أنتي نقط، بتكمليها بإيه؟ كويس، بحبها ومش طايقاها، دي المشاعر. أيوة، يعني قلتي عنك أنا إيه؟ أنتي وحشة. ساعات بعرف أقول لنفسي أنا حلوة، وساعات بقول لي أنا وحشة، ساعات بقول لي أنا خيبانة، ساعات بقول لي أنا جميلة، ساعات بقول لي أنا قليل، وساعات بقول لي أنا فاشلة، وساعات بقول لي أنا غبي، مشهور قوي، أنا مش نافع. عايز أفكركم، مش الهدف أني أبطل أقول لنفسي كلام، لأن ده هدف مش ممكن يحصل، ومش الهدف أن الأفكار دي تبقى إيجابية منها لنفسها كده، لأن ده كمان هدف مش هيحصل. لكن السؤال بقى لما بتجيلي الأفكار السلبية دي، أو لما بتكلم مع نفسي كلام سلبي، إيه اللي المفروض أنا أعمله في الموقف ده؟ مبدئياً كده أول خطوة، أنا محتاجة أصلاً ألاحظ أنا قلت لنفسي إيه، ودي أهم خطوة، لأن الفكرة لو أنا معرفتش أمسكها هتعدي وتكمل تأثر عليا وأنا مش واخدة بالي. أحكي لكم حكاية، أنا مشهورة بالحكايات على فكرة، أنا بحب علم النفس وذاكرت علم النفس، وبقالي سنين بشتغل بعلم النفس. من حوالي 15 سنة كده بتفرج على برنامج استضاف طبيب نفسي بيتكلم عن حاجة خاصة بعلم النفس اللي أنا بحبه، وأنا كنت في يوم الصبح صحية كويسة تمام، ما فيش حاجة، كل حاجة تمام، اتفرجت على البرنامج ده، عجبني قوي الدكتور اللي بيتكلم في الموضوع ده. خلص البرنامج، طفيت التلفزيون، قمت أشوف اللي ورايا، لكن لاحظت بعد شوية أن أنا عندي مشاعر كده مقفولة، متضايقة، كنت متضايقة قوي، محبطة. فقعدت أسألني هو إيه اللي حصل يخليني دلوقتي أبقى متضايقة، وقعدت أفتكر. أنا على فكرة صحيت لقيت فيش أي حاجة تضايق، الولاد راحوا المدرسة، وما كلمتش حد، ما شفتش حد، ما فيش أي أحداث تخليني أتضايق. طيب أسألني هو أنت متضايقة من أول إمتى؟ يعني إمتى بدأت أحس أني متضايقة؟ فخدت بالي أنه أنا بدأت أحس أني متضايقة بعد ما اتفرجت على البرنامج، فبدأت أسألني تاني، طب وهو إيه اللي كان موجود في البرنامج يضايق؟ الراجل قال كلام زي الفل، دكتور محترم بيقول كلام عظيم، إيه اللي يخليني أتضايق في الكلام ده تفتكروا؟ برافو عليك. اللي سمعته من الدكتور ده ما كانش عندي أي معرفة بيه، وأنا بحب علم النفس وبذاكر علم النفس وبشتغل في علم النفس، ولما الراجل ده اتكلم عن نظرية أول مرة اسمعها، أنا قلت لنفسي حاجة عني، قلت لي انت لسه قدامك كتير قوي على ما تبقي بتفهمي حاجة. وهي دي وهو ده السلف توك، هو ده اللي أنا قلته لنفسي ساعتها، هو ده الانطباع اللي أنا وصلته ليا، وهو ده الانطباع اللي جه في خلفية وعيي وأنا ما خدتش بالي منه، لكن هو اللي عمل مشاعر سلبية، وأعتقد أنه في الوقت ده كان ممكن جدا يصدر عني سلوك سلبي من ولا حاجة. يعني احتمال كبير لو حد طلب مني مساعدة في الوقت ده أعتذر. ما هم 60,000 فكرة فعلا، بس بقى إحنا النهاردة بنحاول نفهم الموضوع ده، بنحاول نتعامل مع أفكارنا أو بالكلام اللي بنقوله لنفسنا شوية شوية. ده تدريب بقى، تدريب إني ألاحظ إيه الجملة السلبية اللي أنا قلتها لنفسي
مرات بتبقى عن نفسي، مرات عن الناس على فكرة، مرات أقول زمايلي في الخدمة ما بيحبونيش، مرات تكون دي الفكرة اللي أنا بقولها لنفسي. أوقات أقول أصل فلان بيحب فلان أكتر مني، مرات أقول لنفسي هما ما بيهتموش بيا، مرات أقول لنفسي أنا مش فارقة مع حد، مرات أقول لنفسي أنا فايتني كتير، مرات أقول لنفسي أنا مش زي باقي الناس. فأنا بقول لنفسي جمل طول الوقت، والجمل دي بتيجي في ذهني بشكل تلقائي، بتأثر على مشاعري وبتأثر على سلوكي، ما أقدرش أوقفها وما أقدرش أخليها تيجي بشكل إيجابي. الطريقة الوحيدة اللي أنا محتاجة أتعامل بيها مع الأفكار دي إني أجيبها وأمسكها وابتدي أشوفها حقيقية ولا لأ. ليه؟ لأنه اللي أنا قلته لنفسي ده هل هو الحقيقة المطلقة؟ لا، اللي أنا قلته لنفسي ده فكرة، فكأني عايزة أقول للفكرة على فكرة يا فكرة أنت مجرد فكرة. فلما أحط اللي قلته لنفسي في إطار أنه فكرة، إذن الفكرة تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. لما بقدر أمسك الفكرة، ما بقدر أمسك أنا قلت إيه لنفسي، ببتدي أقيس هو أنا بجد لسه قدامي كتير قوي على ما أبقى بفهم حاجة، ولا في احتمالات تانية من الفكرة دي. فهمني أقصد إيه؟ وده اللي بنسميه مناقشة اللي أنت بتقوله لنفسك. لو ما ناقشتش اللي أنا بقوله لنفسي، هيفضل مخي يقول لي جمل هاخدها وابلعها وصدقها واتأثر بيها وامشي وراها من غير فحص. فكأني النهاردة عايزة أدعونا إننا نتعلم مهارة فحص بعض من أفكارنا. مش ممكن هنفحص 60,000 فكرة اللي جاية لنا في مخنا، مش ممكن، لكن إني بدرب نفسي إني ألقط بقول لنفسي إيه. يمكن دلوقتي تكون وضحت لو سألت السؤال لتالت مرة، إيه الجملة اللي جت في ذهنك دلوقتي وافتكرت إنك بتقولها لنفسك؟ حد جه في باله مش لازم تقولها لي، حد جه في باله جمل معينه بيقولها لنفسه وبيكررها لنفسه وبتبقى مش لطيفه؟ هو ده بقى بالظبط السيلف توك. انت مش محتاج حد من براك يجي يقولك انت مش نافع. ليه؟ لانك انت منك لنفسك بتقولها لنفسك. انت مش محتاج حد يجي يقولك انت قليل، انت منك لنفسك بتقول لنفسك انت قليل. طيب ليه بيحصل كده؟ ليه بنقول لنفسنا جمل سلبية كده؟ ففي حاجة جات لي من برايا، أقول اللي حضرتك قلت، في حاجة جات من برايا، أنا سمعت جملة فأنا أخدتها وتبنتها وصدقتها عن نفسي وبدأت أنا أكررها وأقولها لنفسي من غير ما أقف وأفحص هي الفكرة دي كانت حقيقية ولا مش حقيقية. و أيوة أوكي، حضرتك بتقول باختصار إن الطريقة اللي تربينا بيها مثلا لما بنتعرض للوم كتير، ده بيخليني أنا بلوم نفسي أو أنا اللي بقول لنفسي كلمات أو جمل سلبية. لما بتعرض لنقد كتير، لما مثلا الكبار بيقولوا لي رأيهم فيا، ده بيخليني أكرر نفس الجمل دي بشكل سلبي وأكلم نفسي بشكل سلبي، وده حقيقي جدا. بس أنا عايزة أصيغ اللي حضرتك قلته بطريقة أعمق شوية. بصوا يا جماعة، وأنا النهاردة كبيرة أقدر أميز الجملة اللي بتترمي عليا دي حقيقية ولا مش حقيقية؟ أنا اللي بختار إذا كنت أتبنى اللي اتقال عليا أو ما تبنهوش. عايزة حد عينيه ملونة. اسمك إيه؟ كارين. لو أنا يا كارين جيت بصيت لك قلت لك يا كارين عينيكي ضيقة قوي وسودة غامقة جدا، حاجة فظيعة، مش هتصدقي صح؟ مش هتتأثري أصلاً.
عشان انتي مصدقه عن نفسك كويس قوي ان انتي يا كارين عينيكي واسعه وملونه. فاللي بيتقال لي من برايا مش هو اللي بيحدد الطريقه اللي انا بشوف نفسي بيها، ده المفروض. بس في حاجه بقى حصلت زمان قوي وانا صغير، ما كنتش لسه قادر افحص اللي بيتقال لي ده صح ولا غلط. يعني قبل ما اقدر احكم على اللي بيتقال عليا، سمعت جمل كتير عليا، سمعت جمل عن الناس، مرات حتى سمعت جمل عن ربنا، كونت جوايا حته عميقه اكتر شويه اسمها المعتقدات المحوريه. المعتقدات المحورية دي عاملة زي إيه يا شباب؟ عارفين السوفت وير اللي بيتسطب على الجهاز؟ يعني بتجيب كمبيوتر بتنزل سوفت وير، صح؟ الويندوز، البرنامج اللي بيشغل حتة الحديدة دي. في سنين عمرنا الأولى من الجمل اللي اتكررت كتير في بيوتنا واللي سمعناها عننا، اتكون جوانا زي سوفت وير بيفسر وبيشغل الجهاز. السوفت وير ده عامل زي النظارة، بقى عندي معتقدات بقيس بيها العالم اللي حواليا وبقيس بيها نفسي عن طريق نظارة معينة. يعني لما تبقى النظارة بتاعتي عدستها لونها أزرق، الطبيعي إني أشوف الحياة زرقاء، مع إن حقيقة الحياة مش زرقة، ملونة. فاهميني أقصد إيه؟ فإحنا في وقت، في منذ نعومة أظافرنا، يعني قبل الوقت اللي فيه قدرت أفحص الكلام ده حقيقي أو مش حقيقي يا كارين، سمعت جمل فخدتها وبلعتها وصدقتها واتحفرت جوايا وبقت عميقة قوي، بنسميها المعتقدات المحورية. معتقداتي العميقة دي هي اللي بتحدف عليا من وقت للتاني أفكار تلقائية سلبية أو حديث ذاتي سلبي عن نفسي أو عن الناس أو عن الحياة أو عن ربنا أو عن أي حاجة. واحدة من الحاجات اللي في التربية مثلا هي المقارنة. انتوا عارفين احنا معظمنا اتربى بمبدأ المقارنة، يعني دايما انا اتقاس على حد تاني علشان يعني اتحفز وابقى اشطر وابقى احسن وكده. المقارنة في التربية تخلي عندي افكار مقارنة، فدايما تلاقيني الجمل اللي بقولها على نفسي جمل بتبقى على وزن افعل، انا احسن، اشطر، اجمل، اطول، اقصر، أقل، أغبى، أوحش. انتوا واخدين بالكم من فتلاقيك جملك اللي بتقولها لنفسك دايما تحمل مقارنة ما بينك وما بين حد تاني، فانت طول الوقت بتقيس نفسك على مسطرة تانية. مشكلة كبيرة قوي دلوقتي. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لأن المقارنة بتخليني أشوف نفسي بنضارة من اتنين، يا إما بقيسني على ناس أقوى مني في المنطقة دي فبشوفني قليل أقل، يا إما بقسني على ناس أقل فبشوفني إيه؟ أحسن. فيفضل رؤيتي لنفسي أو الجمل اللي بقولها لنفسي ما بين أنا أحسن أو أنا أقل. لما ابقى موجود في مجتمع فيه انا احسن هشعر بالتفوق وابقى مبسوط، ولما اروح مجتمع تاني وشوفني اقل ابقى منحسره ومتضايقه ومكسوفه. فاهميني اقصد ايه؟ بس الحقيقه ان انا ولا احسن ولا اقل، بس دي كانت ايه؟ النظارة. ده كان السوفت وير اللي اتسطب هنا. إذن انا ما اقدرش اتحكم في اللي دخل، الداتا اللي دخلت هنا انا ما اقدرش ارجع اغيرها، لكن اقدر اعمل ابديت، ولا ايه رايكم؟ صح، مش اجهزة الكمبيوتر بتحتاج، البرامج بتحتاج ابديت من وقت للتاني. يبقى كأن المطلوب مني إيه؟ بعد ما أقفش الفكرة اللي أنا
السلبية دي أنا محتاج أحدث السوفت وير عشان يقيس هي الجملة دي حقيقية، هو ده بجد ولا ده مش بجد. يعني لما أنا قلت لنفسي لسه فاضلك كتير قوي على ما تبقي بتفهمي حاجة، هو ده بجد؟ ما طلعش بجد، بس طلع حاجة تانية. طلع إيه؟ برافو، طلع إن أنا أصلاً قارنت نفسي بشخص آخر. أوكي؟ فكنت بدل ما أقول لنفسي أنت لسه قدامك كتير على ما تفهمي، بدأت أقول لي جمل تانية أكثر منطقية. قلت لي على فكرة أنت تعرفي حاجات وفي حاجات لسه ما تعرفيهاش. قلت لي على فكرة، وهو أنت ليه طالبة من نفسك أنك تبقي عارفة كل حاجة؟ هو مين يقدر يقول أنه يعرف كل نظريات علم النفس؟ ليه أصلاً هذا التوقع؟ فأنا عملت إيه في التدريب ده؟ أنا بدأت أقول لنفسي جمل أكثر منطقية وأكثر إيجابية. خدوا بالكم بقى، في شبهة كده وتهمة توجه لعلم النفس بيقولك إيه، أقف قدام المراية وقول لنفسك أنا حلو، أنا جميل، أنا شاطر. عارفين شبه كده إيه؟ أنا مش قصير وأزعى، أنا يعني عارفين هذا. وده مش حقيقي، يعني الناس بتقول الكلام ده بنقعد نضحك، لأنه ده مش حقيقي. ما ينفعش أشتغل نفسي، ما ينفعش أوهمني بما هو غير حقيقي. أما المطلوب مني أعمل إيه؟ خدوا بالكم الكلمتين دول، مطلوب أتأكد إن اللي بقوله لنفسي واقعي، يعني ليه أدلة في الواقع تقول إنه صح وإيجابي. فأقول لنفسي عندك شوية معرفة فرقت في وقت من الأوقات، وعندك باقي معرفة لسه محتاجة تكمليها. هل الفكرة دي واقعية؟ هل أنا عندي أدلة عليها؟ عندي أدلة عليها. ليه؟ لأني عرفت أنجح في بعض الحاجات. فاهمني أقصد إيه؟ فهي واقعية ليها أدلة. إيجابية؟ إيجابية. ليه؟ لأنها بتشوف الإيجابي وبتشوف الباقي اللي لسه محتاجين نحققه. أنت فاهمني؟ هعمل التدريب ده إزاي لو أنا أصلاً ما قفشتش الفكرة؟ يبقى الخطوة الأولى وأنا بحاول أطور أو أحدث من السيلف توك اللي أنا بقوله لنفسي، محتاجة ألاحظ أنا قلت لنفسي إيه؟ هلاحظها إزاي؟ غالباً هستطعم المشاعر الأول، غالباً هحس، بس الإحساس ده مش هو البداية، البداية دايماً فكرة. لو واحد رايح الشغل الصبح وتأخر وتعطل في المرور، ممكن يشعر بغضب شديد ويتخانق مع سواق التاكسي اللي جنبه. على فكرة الغضب ده مش عشان الحدث، مش عشان انت تعطلت في المرور، لكن تفسيرك للعطلة دي، العطلة دي بالنسبة لك تساوي ايه؟ شفتها ازاي؟ هبقى اخر واحد يوصل، المدير هيقول لي كلمتين مش بعيد يقعدني بعد مواعيد العمل، هو ده اللي غضبني. فاهمني؟ الطريقة اللي بستقبل بيها الحدث هي اللي بتتحكم في مشاعري. عشان كده النوع ده من العلاجات بيقولك انت ما تقدرش تغير الأحداث اللي ممكن تحصل في يومك، وما تقدرش تيجي على المشاعر وتروح مغيرها، بس تقدر تناقش الفكرة. حد افتكر كلمة سلبية قالها لنفسه عن نفسه؟ حد جرب في ذهنه يناقش الفكرة دي إلى أي مدى هي صح؟ فضل. كويس. الطريقة اللي تخليني مش عايزة أحط نفسي في حالة الحزن إني أراجع أفكاري، لأني مرات الفكرة بتقول أنت كده وهتفضل كده، هي دي فكرة تثير مثلا الإحباط أو تثير الحزن. فالطريقة اللي بتعامل بيها مع مشاعري هي أني أبتدي من مناقشة أصلاً
إيه الفكرة اللي جت في ذهني؟ إلى أي مدى هي منطقية؟ لأن 80% من أفكارنا لو إحنا قسناها بالمنطق هنكتشف إنها مش صحيح. بالضبط زي ما بنعمل أفعال تلقائية عندنا أفكار تلقائية. مش مرات مثلاً اللي مننا بيسوق أول ما بيركب العربية بيروح شدة الحزام، ده تصرف تلقائي أنت بتفكرش قبل ما تعمله. أوقات تدخلي البيت تسيبي مفاتيحك في مكان معين. كلنا عندنا تصرفات تلقائية بنعملها من غير تفكير. بنفس النمط عندنا أفكار تلقائية بتيجي في ذهننا من غير تفكير. لو لاحظت في يوم من الأيام إنه عندك كلمات بتقولها لنفسك في صيغة مقارنة، من فضلك أرفض تماماً فكرة المقارنة دي. المقارنة سم قاتل. لما تحاول تقول لنفسك جملة عن نفسك، لاحظ كده، بقول لنفسي حاجة تخصني ولا بقول حاجة على وزن أفعل دايماً فيها مقارنة ما بيني وما بين شخص آخر؟ اوعى تستسلم لأفكار المقارنة. اوعى تسمح لنفسك تقول أنا أحسن أو أنا أوحش، أو أنا أشطر أو أنا أخيب، أو أنا أنجح أو أنا أفشل. خد بالك ما تقولش على نفسك الجمل اللي فيها بتقيس نفسك على حد تاني، لأنه ببساطة أنت بني آدم تاني. أحكي لكم حكاية بعدين أخد السؤال ده. قررت أنه ما مارسش أي مقارنة مع أولادي وهم صغيرين. مش هعمل مقارنة خالص ما بينهم، عشان كل واحد فيهم يحس أنه هو فريد جداً ومختلف ولي لونه وشخصيته. بس لما كبروا شوية اكتشفت أن المجتمع عمال يقارنهم بناس تانيين. في المدرسة بيتقارنوا، في وسط الأصحاب بيتقارنوا. فاكتشفت أن بنتي بدأت تقارن نفسها بباقي أصحابها، حتى لو ده ما خرجش من بيتنا، ده جاي من المجتمع. وفاكرة قوي في اليوم ده قلت لها قولي لي كده، هي الكنبة دي أحلى ولا الباب؟ قلت لي إيه ماما الكلام ده؟ دي كنبة ودي باب، يعني إيه دي أحلى ولا دي أحلى؟ قلت لها ما ينفعش صح؟ قلت لي لا ما ينفعش طبعا. قلت لها هو كده بالظبط، ما ينفعش خالص أقارن نفسي ببني آدم تاني. أفكار المقارنة يجب أن لا أستسلم لها. يبقى التدريب هنا مش إن الفكرة تيجي ولا ما تجيش، الفكرة هتيجي. السؤال إلى أي مدى أنا هشتري الفكرة واستسلم ليها وصدقها وتبناها وابلعها زي ما هي. الأفكار السلبية عاملة زي الزائر اللي مش لطيف. لو جالك زائر واخد منك معاد غالباً هتبقى مستعد وهتدخله الصالون وتجيب له الكيك والشاي ونقعد، صح؟ في بقى زوار يعني جايين في مواعيد مش مناسبة. في زائر جايلك الساعة 3 صباحاً. الزائر ده لما هتفتح الباب هترد على طلبه وهتخلص الموضوع، صح؟ مش هتدخله وتقعده في الصالون وتجيب له كيك. كده بالظبط التعامل مع الأفكار. الأفكار السلبية اللي بتيجي في ذهني، الجمل السلبية اللي بقولها لنفسي، يا إما أجيبها وأقعدها وأجيب لها كيك وشاي وأخد ودي معاها وأسمح لها تدخل جوايا وأصدقها وأتعامل بناء عليها، يا إما من على الباب كده ألقط إنه بقول لك إيه، طب تعالي نقيسك كده، لا 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 أنت طلعتي أي كلام. فالحل الوحيد للتعامل مع السلف توك السلبي هو عدم الاستسلام ليه وفحصه قبل ما أصدقه أو أتبناه. أنتوا فاهميني؟ مش مجرد أني قلت لا 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 أنا مش هقول لنفسي الكلام السلبي ده، لا 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 أنا حلوة قوي، أنا ناجحة قوي، أنا شطرة قوي، أنا لا لا، هي مش كده برضو كده، يبقى اسمي بشتغل نفسي.
لكن أنا عايزة أبدل الجملة السلبية اللي أنا قلتها، عايزة أمسكها وقسها إلى أي مدى هي واقعية منطقية، وأبدل الجملة دي بفكرة منطقية إيجابية. مبدئياً كل جمل بقولها لنفسي فيها نوع من المقارنة، أنا مش هتفاوض، أنا مش هاخد ودي مع الفكرة دي أصلاً، علشان كل واحد فينا سنيه كده، عارفين؟ كل واحد فينا النسخة الأصلية، مفيش حد فينا مفروض يتقاس على أي حد تاني. الحاجة التانية اللي عايزة أقولها، لما تشوف إنك بتقول لنفسك كلمات سلبية، من فضلك امسك ولو جملة واحدة فيهم وقسها، شوفها حقيقة ولا مش حقيقة. بلاش تستسلم وتسترسل مع الأفكار السلبية من قبل ما تفحصها. لو أنا قلت لنفسي أصل أنا فاشلة، ومسكت الجملة دي وبدأت أفحصها، وارد جداً ألاحظ أني عندي مواطن أنا بفشل فيها، بس محتاجة أشوف باقي الصورة، صح؟ وأشوف أنا بنجح في إيه. فتتغير الفكرة اللي بقولها لنفسي، فأقول لي أنا النهاردة فهمت أنه أنا بعرف أعمل كذا لكن مش بعرف أعمل كذا. دي جملة مختلفة تماماً بقى، فهمني؟ فتبديل السلف توك، بدل ما يبقى بس مسج سلبية، فحص المسج دي واختيار الجمل الحقيقية. أنا بفكر بمنطق ولا لأ؟ هل الفكرة دي واقعية ولا لأ؟ الفكرة إيجابية ولا لأ؟ عايزة أشارككم بآية موجودة في رسالة فيليبي أصحاح 4 وعدد 8. أنا بحب الآية دي جداً، لأنها كأنه الكتاب بيعلمنا عن إزاي ندير أفكارنا. فيليبي 4:8 الرسول بيقول: أخيراً أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، وكل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. مدام قال لي بصي في دول افتكري، إذن أنا في إيدي إني أتجاوب مع أفكار، وفي إيدي إني لا أتجاوب مع أفكار. فمش مطلوب مني إن الأفكار السلبية ما تجيش، لكن مطلوب مني إني أنقي هفتكر في إيه اللي أنا هديله حق ومساحة إنه يفضل موجود في ذهني. كل ما هو حق، لو أنا بس مسكت أول كلمة، كل ما هو حقيقي، كل ما هو حقيقي، رؤيتي لنفسي محتاجة تكون فيها حق. الحق اللي كلنا عارفينه أنه كلنا كبني أدمين لنا قيمة في ذاتنا، صح؟ عندنا إمكانيات مختلفة وعندنا طاقات مختلفة، لكن الحقيقة بتقول إيه؟ الحقيقة هجيبها منين؟ هجيبها من اللي ربنا قاله عني. ربنا قال عني أنه أنا نسخة أصلية، صح؟ سنية هو اللي عمله ده كل حد فينا. عشان كده ده الحق اللي أنا محتاجة أفتكر فيه. لما يجي لي أفكار عن نفسي مش حق، أنا محتاج لا أسترسل في الأفكار دي. مش مطلوب مني إن الأفكار ما تجيش. عارفين المثل اللي كانوا بيقوله لنا وإحنا صغيرين؟ تقدرش تمنع الطيور تطير من فوق راسك، لكن تقدر تمنعها تعشش. هو ده بالظبط اللي أنا بحاول أقوله لكم، أقوله لنا. ما أقدرش أوقف الجمل اللي بكلم نفسي بيها، ما أقدرش أوقف الانطباعات اللي بتجيلي عني أو عن الناس، لكن اللي مطلوب مني أختار أنهي جملة من دول هتعشش، وأنهي جملة من على الباب كده مش هتدخل. كل ما هو حق، مش كل ما هو زيف برضو، مش هقول لنفسي جمل مش حقيقية، لكن هقول الحقائق، حتى لو الحقائق دي فيها حاجة إيجابية وفيها حتة سلبية عايز أشتغل عليها. أنا اتعلمت حاجة ولسه محتاجة أكمل أتعلم حاجة تانية، صح؟ أوكي؟
أوكي، ده مختلف تماما عن أنه أنا إيه، أنا مش نافع. عشان كده أنا بدعونا أننا نركز بقدر الإمكان. أقول لكم التدريب اللي بنعمله في الموضوع ده، بنيجي في آخر اليوم بالليل نكتب ثلاث جمل قلناها لنفسنا على مدار اليوم. احنا ممكن نلاقي اكتر، بس ابتدي يدرب نفسك انك ترصد يوميا جملتين او ثلاثة قلتهم لنفسك. لما تعمل كده اسبوع هتبتدي تلاحظ ان في جمل بعينها عمالة تتكرر. اعرف بقى ان الجمل دي انت محتاج ايه، تجيبها تفحصها وتتأكد انها حق وتتناقش معاها عشان تفكر بطريقة واقعية وإيجابية. هل هقدر أعمل كده في كل الجمل اللي دايرة في ذهني؟ لا، بس الشطارة أني كل ما أمسك جملة أتناقش معاها، فما يبقاش ذهني عبارة عن مكنة عمالة تبلع كل الأفكار اللي جاية أهلاً وسهلاً وتدخل وتأثر وتشتغل. لأنه فعلياً علمياً يا جماعة 80% من الأفكار دي مش واقعي، وبيسموها أفكار لا عقلانية أصلا، وانطباعات متأثرة بطرق التربية. الأمر يستحق أني النهاردة وأنا كبيرة أرجع أفحص الأفكار دي والانطباعات دي، لأني في حاجات هقبلها وفي حاجات مش هقبل. لما بشتغل مع المدمنين بتعلم منهم الجملة دي، بيقولوا نحن لسنا مسؤولون عن مرضنا لكننا مسؤولون عن تعافينا. أنا مش مسؤولة عن المعتقدات القديمة اللي تكونت من وانا طفلة، لكن أنا النهاردة مسؤولة همشي وراء إيه وهرفض إيه. اتفقنا؟ حد متحمس يعمل التدريب ده النهاردة بالليل؟ نروح نكتب ثلاث جمل قلناها لنفسنا ونفحصهم إذا كانوا حق ولا إذا كانوا مش حق. شكراً ليكم.